الثالث محمد بن الدودة بن سويد العامري. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم مشاهدينا إلى أعزاء بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلق قبل قليل الشوط الأول الرئيسي في هذا المساء للقايا القعدان، وانطلاقة سليمة وموفقة في هذا المهرجان وفي ثالث أيامه، بينما هذا هو اليوم الأول للقايا. تهانينا لمالك الجذابة علي بن عبد الله البطين، وتهاني لجميع الفائزين. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط تيم، تعود ملكية تيم لعلي بن محمد بن قبعان المري على مقدمة الشوط. وفي المركز الأول حشيم، يليه على المركز الثاني عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن يحتل ثالث المراكز يماش عابر بن خلفان الهاملي على المركز الثالث، ويليه على المركز الرابع اللي الآن في المركز الرابع السيف راشد بن حمد بن مبارك المهيري. وننتقل من السيف إلى المركز الخامس الغربي، وتعود ملكية الغربي لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على المركز الخامس. هذا هو نداءنا الأول يا متابعينا الكرام في هذا الشوط الأول الرئيسي للقايا القعدان. الجذابة شاهدناها بذلك العرض الممتاز والآداء الأكثر من رائع مع علي بن عبد الله البطين، فتهانينا والناموس. وننتظر أيضا فائز آخر مشاهدينا الأعزاء بهذا الشوط، شوط الأضواء وشوط الحديث، وأيضا اللي تتركز عليه الأنظار هذا الشوط. ما زالت قيادة الشوط وما زال المركز الأول مع تيم علي بن محمد بن حمد القبعان المري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول، بينما حشيم على المركز الثاني لعبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ويلاحق تيم اللي في المركز الثاني ويقترب اقتراب كلي من صاحب المركز الأول. ننتقل إلى يماش على المركز الثالث عابر بن خلفان الهاملي أحد ضيوفنا الكرام، واللي يلي يماش على المركز الرابع هنا السيف لراشد بن حمد بن مبارك المهيري. أول كيلو مترين تنقضي يا متابعين من مسافة هذا الشوط، بينما المركز الخامس أرى التسلل والدخول من هناك لطام لمحمد بن سالم بن دلموك الاكتبي اللي على المركز الخامس. هذا هو نداءنا أيضا للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وأعود إلى مقدمة الشوط وتيم. ما زال تيم على صدارة الشوط، ولكن الله، انطلق حشيم 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 وتيم، وتنافس قوي على صدارة الشوط، ولكن تيم 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 ولكن تيم ما زال على صدارة الشوط. اللي ينطلق ويندفع منذ انطلاقة هذا الشوط الأول، تيم ما زال يقود هذا الشوط قيادة حكيمة، ويبحث أيضا عن التيم وعن التوقيت الزمني لعلي بن محمد بن حمد بن قبعان المري. ولكن الخوف، دير بالك من حشيم اللي على المركز الثاني لعبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وهذا الشعار الخطير، شعار بو زايد الذي يحضر دائما في الأشواط الأولى والأشواط الرئيسية. ننتقل أيها الأعزاء إلى المركز الثالث، ومن يحتل ثالث المراكز يماش لعابر بن خلفان الهاملي على المركز الثالث، وأيضا يتوسط المراكز في ثالث المراكز في هذه اللحظات، ويقترب من يماش هناك السيف لراشد بن حمد بن مبارك المهيري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس لطام لمحمد بن سالم بن دلموك الاكتبي. هذا هو نداءنا، وعود بعد أن غادرنا لوحة الكيلومترين ونحن ننحني أيها السادة الكرام إلى خط النهاية مع هذا المنحنى. انطلق حشيم، انطلق حشيم حشيم عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ينطلق هذا المشارك بقيادة محمود الوهيبي. الله يا حشيم، الله يا حشيم، يسيطر سيطرة تامة على ناموس الشوط، بينما المركز الثاني تيم 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 علي بن محمد بن حمد بن قبعان المري، وتلاحقوا التيم يا مضمرين المركز الثالث، ومن يحتله يماش عابر بن خلفان الهاملي. ولكن شوفوا السيف، شوفوا السيف، السيف 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 ينطلق لراشد بن حمد بن مبارك المهيري، وينطلق ايضا لطام لطام
ام لطام، وهذا المشارك الخطير خطير 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 للغايه لطام لمحمد بن سالم بن دلموك الكتبي. وبدات المعركه في هذه اللحظات ما بين لطام وما بين حشيم، حشيم ولطام، وايضا المسافه تتقلص مسافه الشوط. لطام على المركز الثاني ولا يكتفي، لا 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 يكتفي لطام بهذا المركز، بل عينه على مقدمه الشوط لمحمد بن سالم بن دلموك الكتبي، وايضا وصول خطير على صعيد المركز الثالث. مبشر مبشر اول نداء لمبشر لسعيد بن راشد بن سعيد العويسي، والكيلو الاخير يا العويسي ولبقيه المشاركين. السيف على المركز الرابع وتعود ملكيه السيف راشد بن حمد بن مبارك المهيري، ويليه في المركز الخامس يماش عابر بن خلفان الهاملي. هذا هو الكيلو الاخير، كيلو جوله للاوامر، كيلو العمليات يا المضمرين، الكيلو الحساس، الكيلو الثقيل على حلوق المعلقين والمسايرين وايضا المنطلقين. الله يا لطام لطام لطام، مبشر مبشر خطير للغايه، خطير. تغيرت صداره الشوط، تبدلت الاسامي مع لطام مبشر 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 مبشر، يبشر مالك هذا الشعار ومحب هذا الشعار بالفوز، ينطلق بالعصا قوس حتى هذه اللحظات. مبشر من اقوى القعدان المشاركه، سعيد بن راشد بن سعيد العويسي، ولطام لطام مبشر لطام مبشر. اهالي السلطنه مع مقدمه الشوط واهالي دوله الامارات مع المركز الثاني. مبشر ولطام لطام لطام لطام، يا سلام. وما زال مبشر يبشر 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 ويحاول البقاء، ولكن لطام طارت اللقايه، طارت اللقايه طارت، والمعركه طاحنه مشاهدينا الاعزاء. لطام لطام لطام، ولكن مبشر يحاول البقاء. مبشر ولطام لطام، يتسلل لطام مشاهدينا الاعزاء في ال 100 متر الاخيره، الوقت الحساس، ولطام يلطم الشوط الاول الرئيسي لمحمد بن سالم بن دلموك الكتبي. يا سلام 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 بن دلموك، سلام لطام سلام، تهانينا والناموس لمالك لطام محمد بن سالم بن دلموك الكتبي. المركز الثاني مبشر لسعيد بن راشد بن سعيد العويسي، المركز الثالث المركز الثالث وصل في ثالث المراكز السيف راشد بن حمد بن مبارك المهيري، المركز الرابع كان من نصيب النصر لمحمد بن حمد بن كردوس العامري، بينما المركز الخامس وصل في حشيم لعبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء للخمسه المراكز الاولى، كما شاهدنا للطام ينتزع اول اشواط اللقاية القعدان 7 دقائق 45 أو 46 ثانية 52 جزء من الثانية. تهانينا وناموس محمد بن سالم بن دلموك الكتبي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني مبشر 7 دقائق 46 ثانية 62 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مبشر سعيد بن راشد بن سعيد العويسي، تهانينا وناموس يا العويسي. المركز الثالث كان مع السيف، هو من احتل المركز الثالث، وتوقيته الزمني 7 دقائق 56 ثانية 74 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن حمد بن مبارك المهيري، تهانينا.